اليوم بدنا نحكي عن الكبسة السعودية. الكبسة السعودية هي كبسة مؤلفة من دجاج، حبة دجاج، فرخة مقطعة إلى قطع صغيرة، مغسلة بشكل جيد، اللي كان طبعا منشيل عنها كل شيء اسمه زنخة، دم وأي مصول موجودة فيها، مقطعة قطع صغيرة. مكونات الخلطة تبعت البهارات السعودية أو خلطة الكبسة السعودية مكونة من بشكل رئيسي معلقة كبيرة من بهارات الكبسة اسمها بسموها مهرات، معروفة بالسعودية بهارات مهرات، فيها بعض فيها قسم منه بيكون فيها كاري، زائد معلقة كبيرة كما قلت، في عندي ملعقة كبيرة كبش قرنفل، في عندي ملعقة كبيرة من القرفة الجافة الأعواد حتما، طبعا الملح هو حسب الرغبة، يفضل نحط سنة حبة دجاج نحط لها ملعقة ونصف كبيرة من الملح، ورقتين غار، حص كبير من الثوم، حص كبير من الثوم، قطعتين زنجبيل بقدر المعلقة الكبيرة أو أكبر بشوي، طبعا كل مكان أكبر كل مكان تعطي نكهة للكبسة. الثوم ما شرط يكون، طبعا نحن هون اليوم نابت لكن ما بيفرق هو عنه غيره، مشان ما كبه أنا أرمي بستفيد منه بالطبخ. زائد في عندي الهال هو معلقة كبيرة من الهال، وعندنا قرن كبير من الفليفلة، أو يفضل في ناس تحط له فليفلة حرة، فالفليفلة حرة بتعطي نكهة مختلفة. منعير بهاي الكاسة، منعير بكاسة واحدة، المقدار بنعير فيه بدنا نمشي عليه، منحط في كاسة مليانة مي، حطينا احنا هون كاسة مي مليانة مي، حطينا قطع الفليفلة حطيناها مع نضيف عليها الزنجبيل الأخضر الثوم، وصارت جاهزة عندي أنا نضربها وبدنا بحطها على الخلاط وبنعمة على الآخر. فهاي شغلة كتير مهمة تخليها ناعمة ما ضل فيها أي ذرة. الريحة المميزة، الرائحة المميزة للخلطة هي بتعطي النكهة للكبسة وبتخليها طعم زكي. صار جاهزة عندي، بيجي على المكون الثاني. عندي هون راس بصل كبير، حبة بصل كبير من قطع ناعمة، وراس بندورة كمان كبير قطع ناعمة، بضيف عليها زيت تقريبا على خدي على ديك هون. هاي الطنجرة بضغط بريستو، يفضل يكون طنجرة بضغط بريستو لأنه أنا بدي أمشي بمقدار زمني مختلف عن الطبخة العادية. ما بتزبط معنا الطبخة الكبسة السعودية بالطنجرة على الطبخ العادي، ما بتزبط لأنه في مقادير بتختلف معك بصيروا ما تمام. وأنا بحط تقريبا ملعقة أو ملعقتين كبار بزيت مازولا، وبضيف عليها هلا الفروج، بضيف عليها الدجاج، أنا طبعا هون حاطط فروج ونص أو حبة ونص دجاج، بكفي 8 أشخاص، وخمس كاسات رز رح حط أنا بالمقدار المكون تبعي أنا هون. في شيء كثير مهم بالنسبة ل مثل ما قلنا ما يكون فيها أي مي، بشكل قدر الإمكان يكون ناشفة، وما تشيلوا منها الجلد الموجود بالدجاج بيعطي نكهة للرز بعد ما بيستوي وبصير طعمته طيبة وبصير فيه دسم. أما إذا بشيل الجلد تبع الفروج منه بيطلع رز ناشف وما بيطلع طيب. خلي الفروج مثل ما هو، ما تشيل منه اي شيء نهائيا. هلا نحن راح نحط مباشرة نغلي البصل المبشور، حطه على جنب وبخلي بدبل بس تدبل تماما. وهلا ببلش احط معي بس بلش الفروج يتحمر، مو يتحمر يعني ياخذ طعمه. فانا مباشره هون بالحاله بحرك، بخلي البصل يكون دائما تحت هو المستوى السفلي، ما بخليه فوق ابدا. هاي شغله كثير مهمه. وهلا الرز البصل بس دبل، صار شوي دبل وصار الفروج يعطي بخار. هلا بضيف له البهارات اللي عم نحكي عنها نحن، مشان البهار يفوت بقلب اللحمة،
يصير مدموج معه قطعة واحدة. ومثل ما شايفين انتم هون نحن البصل فقط تتبيل، ما بدي انا اخليه يصير احمر، يعني انا بدي بس فقط خلي البصل يطلع منه المي قدر الامكان بدون ما احرقه، يعني ما بدي احرقه ابدا. شايفين كيف هيك؟ هلا طبعا بجيب البهارات. انا بالحالي هون بوزع البهارات على الفروج كأنه كمية قليلة. هاي الحركة بتدخل بقلبه نكهة البهارات بقلب اللحمة، بصير طعمة اللحمة هي نفس طعمة البهارات. لازم انا اكون عندي دائما بهالشكل هذا. صار عندي هلا الخلطه صارت جاهزه. هلا المكون الثاني هلا ما بنحطه، بنخليه على جنب لحاله، بنحطه مع المي، بس ضفنا الماء لقلو بنضيف. هلا شوف ريحه كثير حلوه، ريحه كثير حلوه. وانا هلا هون عم بحاول قدر الحراره اللي عم تطلع على الفروج هي اللي عم تدخل البهارات بقلب منه نكهه البهارات. كثير اللحظه هاي مهمه، ما تطولوا بالكم لحتى تغير لون اللحمه، بتغير بصير ابيض مثل هون. بقلب الفروج بشكل مضبوط، حرك مشان البهارات تفوت بقلبها. هاي كثير مهمه هالمرحله هاي. طول بالي 5 إلى 10 دقائق لحتى انا شم الريحه، ريحه البهارات طلعت تماما، صار المطبخ كله بصير ريحته نفس الريحه. هلا انا بكون مجهز عندي انا مثل ما قلت البندوره، الطماطم مجهزه. شايفين كيف هاي الحركه كثير مهمه، خلي نكهة الفروج تفوت. وبحاول انا دائما انزل اللحمة اللي ما انا وصل للنار قدر امكاني. شايفين كيف هاي القصة كتير ظريفة ومهمة. هلا انا بعد ما دبرت البصل بشكل جيد وضيف علي المكونات، وبحاول دائما اخليها بالمحيط، خلي البندورة أو الطماطم بالمحيط مشان تدوب معها. هاي المرحلة كمان كثير مهمة، لازم البندورة تدوب تماما مشان ما تضل ظاهرة الكبسة. بحاول حطها أنا على جنب بهالشكل بالطريقة، منزلها تحتها بخليها في تلامس الطنجرة من الأسفل. وهيك بنكون احنا تقريبا بلشنا بالمرحلة الثانية اللي هي مرحلة إضافة الماء. لبينما نحن دبل البندورة عملي إضافة مرة. هلا نحن بعد ما شفنا هون البندورة دابت كلها، الطماطم دابت صارت كتير ممتازة. هلا هون مرحلة إضافة الماء اللي أنا كنت مجهزة. أول شغلة بسويها هي أنا كنت برجع بذكركم، كنت انا ضايف انا هون حاطط حص ثوم كبير، قطع كبيره من الثوم اللي هي بنسميها حص، هي عباره عن قطع كبيره فيها مجموعه حصوص، فيها بقلب منها زنجبيل قطعتين كبار، فيها بقلب منها فليفله خضراء. انا هون بضيف عليها مباشره على المحيط، وبرجع بكون مجهز كميه السوائل اللي انا كميه هاي. انا بالحالي حاطط انا هون 4 كاسات رز مثلا، بدي احط انا 8 كاسات مي مشان ما يروح عندي ولا قطعه بهالشكل، مشان حافظ على الكميه اللي هاي، فبضيف عليها بهالشكل هذا. وبرجع الخليط الحالي، بتذكر شغله مهمه، اللومي بنخليها لمرحله الرز، اللومي بنخليها لما نحط الرز، المرحلة اللي هي بتعطيه حموضة طيبة للرز. بدي بحط ورق الغار، بحط القرفة
حط على الكبش القرنفل، حط الهال، وبحط كمية الملح اللي أنا بدي أحطها اللي هي مهمة. فهي أنا أكون خلصت هاي. وما بنسى أنا آخر مرحلة إني هاي ما أنساها، مرحلة الرز كتير مهمة. هلا أنا هون ضفت كل المكونات اللازمة، راح أضيف شوية ملح إضافي لأنه كمية الحطة يبدو قليلة. حط كمية ملح إضافية. هيك أنا بكون استكملت موضوع هلا صار موضوع نحطها بالضغط. بنحط مسكر الغطاء، مسكر الغطاء. بنعير الساعة، بنعير الزمن اللازم لاستواء اللحمة داخل أو الفروج أو الدجاج هو نصف ساعة، 30 دقيقة فقط، بس من لحظة اللي بيطلع البخار. بس طلع البخار من طنجرة الضغط بعير نصف ساعة.